أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من لندن. المتتبع لموقف الولايات المتحدة والأنظمة الغربية عموما من الثورات العربية يلاحظ وبلا أدنى شك الموقف المتدرج والانقلابي لها من هذه الثورات. ففي البداية تأتي مطالبة النظام نفسه بالإصلاح والتطبيق الديمقراطي، ثم ومع رجحان كفة الحركة الشعبية العربية في بلدان الثورة ينقلب الموقف الأمريكي الغربي تماماً ويصبح شعار المطالبة برحيل الرئيس هو السائد، وهو الأعم بالشكل الذي يبدو فيه هذا الموقف، وكأنه حريص على ديمقراطية الجماهير العربية وعلى حقوق المواطن العربي في بلده. هذا ما حصل مع الرؤساء بن علي وحسني مبارك والقذافي، وأيضاً نفس الطريق تسلكه مع الرئيسين علي عبد الله صالح وبشار الأسد. وقد تميزت هذه المواقف بعدة سمات عامة، أولها الانتهازية، بمعنى أنها عكست تطور الحركات الثورية، فهي مواقف خشبية عندما تبدو هذه الحركات في مراحلها الأولى الضعيفة، ثم تدعو إلى حوار للخروج من الأزمة عندما يشتد عود الثوار في ظل استمرار تمتع النظام بعوامل واضحة للقوة، وأخيراً تلقي بثقلها في كفة الثورة عندما يتضح أنها باتت في طريقها الأكيد إلى النصر. وثانية هذه السمات بعد الانتهازية هي ازدواجية المعايير، بمعنى تأييد ثورة دون أخرى، مع أن الباعث واحد والهدف مشترك، وسبب هذه الازدواجية يكمن في المصالح. ولكن السمة الثالثة، وهي واحدة من أهم السمات، تتمثل في أن بعض المواقف الدولية ظل مثابراً على موقف الاعتراض على الثورات. السؤال الذي نطرحه اليوم للنقاش هو: كيف تعامل الغرب مع الربيع العربي وحركة الاحتجاجات الشعبية التي يمر بها الوطن العربي؟ هذه إطلالة جديدة من لندن، كيف تعامل الغرب مع الربيع العربي؟ نقاشي سيبدأ معكم في هذا الموضوع بعد قليل، ابقوا معنا. وقبل أن أبدأ في النقاش دعونا نستعرض هذا التقرير. فرضت حركية الشارع العربي نمطاً جديداً في التعامل الغربي مع العالم العربي، واضطرت الكثير من الحكومات الغربية إلى التعامل مع نتائج الحراك العربي وثورات الشارع على الأنظمة الكلاسيكية في الدقائق الأخيرة من عمر حلفائها حفظاً لماء الوجه. وباستثناء الحالة الليبية، فإن باقي الحالات في تونس ومصر واليمن وسوريا لم تلقى الاهتمام الذي لقيه الحراك الشعبي في جماهيرية نظام القذافي السابق. أجمعت جل الدراسات والتحليلات التي نشرت إلى الآن أن المصالح ظلت المحرك الأساسي لموقف القوى الدولية من الثورة الشعبية، وهذا ما تأكد جليا في القضية الليبية التي أحاطها مجلس الأمن الدولي برعاية خاصة. ومن الملاحظ أن المواقف الدولية قد انقسمت بصفة عامة إلى قسمين، أولهما تنطبق عليه السمة الانتهازية بشكل واضح، والثاني أظهر الاعتراض على الثورات أو على الأقل التحفظ عليها، وأبقى النظام القديم رقما أساسيا في معادلة المستقبل. أما القسم الأول المتصف بمواقفه الانتهازية فتأتي على رأسه القوى الغربية الكبرى التي كانت يفترض أنها رتبت مصالحها مع النظم القائمة، وهي ترى في عدم الاستقرار الناجم عن الحركات الثورية تهديدا لهذه المصالح، حتى لو كانت هذه الحركات تسعى إلى الاقتراب من المثالية الديمقراطية التي تعلن تلك القوى أنها لا تريد أن ترى سواها أساساً لنظم الحكم في العالم أجمع. أما القسم الثاني من المواقف الدولية المعترضة على الثورات أو على الأقل متحفظة عليها، فيبدو واضحاً للغاية من الموقفين الروسي والصيني تحديداً. من الواضح أن الثورات العربية فاجأت الحكومات الغربية رغم متابعتها اللصيقة والدائبة لأوضاع المنطقة، وتحت تأثير المفاجأة جاءت مواقف القوى الغربية في البداية متسمة بالارتباك والتخبط قبل أن تحاول استعادة زمام المبادرة والإسهام في توجيه بوسط الأحداث، ثم منح عناد وبطش بعض حلفائها الموضوعيين من الطغاة العرب فرصة سانحة للتدخل المباشر في مجريات الأحداث، لكن حتى في هذه الحالة
لم تبدو لا مقنعة في مواقفها ولا فعالة في تدخلاتها. لرصد خلفيات هذه القضية وتحليل أبعادها نستضيف اليوم في استوديوهاتنا في لندن الكاتب والإعلامي والمحلل السياسي السيد خالد الشامي. أهلا وسهلا بك سيد خالد. أما ضيفنا الثاني فهو السيد نهاد إسماعيل وهو محلل سياسي وإعلامي وكاتب وصحفي. أهلا وسهلا بك سيد نهاد. أبدأ مع سيد خالد، وأنت إعلامي وتعلم يعني دور وتعيش في الغرب، وكما رأينا في المقدمة أنه السؤال هل فعلا الغرب كان له دور في إشعال فتيل الثورات العربية في المنطقة العربية؟ يعني لا أعتقد طبعا أن الغرب كان له دور في إشعال الثورات أو الربيع العربي. الغرب فوجئ بهذا الربيع، وكان هناك قدر واضح من الارتباك في البداية في كيفية التعامل مع هذا الربيع. وكلنا نذكر تصريحات هيلاري كلينتون في البداية عندما قالت النظام المصري مستقر، وبعد 3 أيام كان الهيكل الأمني الذي هو الداعم الرئيس للنظام المصري قد انهار في 28 يناير، وانهار معه حكم مبارك عمليا. فالغرب بالتأكيد لم يكن يريد سقوط مبارك الكنز الاستراتيجي لإسرائيل، ولا بن علي ربيب السي اي اي، ولا القذافي الذي أعطاهم البرنامج النووي الليبي بالكامل. هل سيد نهاد يعني ذلك أن الغرب عندما رأى بعض الرؤساء العرب مثل حسني مبارك وهو أحد الحلفاء لهم في المنطقة العربية في مأزق قالوا يجب أن تترك ولكن وتغادر؟ ولكن أسبوعين أو 3 أسابيع قبل استقالة مبارك لم يكن الرئيس أوباما متأكد هل هو مع مبارك أم ضد مبارك. ولكن عندما شعر أن غالبية الشعب المصري يطالب بسقوط النظام رضخ في النهاية وأعطى الضوء الأخضر لإسقاط النظام، يعني وافق مع إسقاط النظام. لكن كان هناك تردد، كان هناك إبهام. وما سبب هذا التردد؟ التردد كما تفضل الأستاذ خالد أنه حسني مبارك كان حليفا استراتيجيا وكان يخدم المصلحة الأمريكية في المنطقة، يعني يعتبر أحد قلاع أمريكا في المنطقة. وكيف تخلت عنه أمريكا؟ تخلت عنه أمريكا عندما شعرت أن الثورة الشعبية عارمة وتطالب بالإصلاح والتغيير والديمقراطية، وهذه مبادئ اكتسبتها الشعوب العربية من الغرب. هم الذين كانوا يسوقوا الديمقراطية وحرية التعبير وكذلك عدم انتهاك حقوق الإنسان. فالشعوب العربية اكتسبت هذه المبادئ عن طريق الإعلام وطريق الاحتكاك، الانفتاح للعالم، الانفتاح. وبذلك هي الآن هذه الشعوب بدأت تطالب ما هو يعتبر أمرا روتينيا لدى الغرب. يعني الغرب لعب دور غير مباشر بنشر هذه المبادئ، تصدير وكان هناك في الغرب، رغم أنهم كانوا داعمين لحسني مبارك وللقذافي وللنظام التونسي، كانوا ينتقدون بشدة أي انتهاكات لحقوق الإنسان، خاصة الإعلام والمنظمات الغير حقوقية. هل يعني ذلك أن الغرب يجب يعني أعاد صياغة كيف يرى العرب وكيف يرى الشرق الأوسط؟ يعني الثورة التي حدثت تظهر أنه إنها إرادة الشعب، وأنه فعلا مصالح أمريكا ليست مع، أو الدول الأوروبية ليست مع حلفائها، مع الرؤساء، يجب أن تكون مصالحة مع الشعب العربي. يعني طبعا هذا سؤال كبير جدا، ولكن يعني قبل أن أجيب أريد أن أتحفظ على شيء، أنه أوباما أعطى الضوء الأخضر ليسقط مبارك. يعني الشعب المصري لم ينتظر ضوءا أخضر من أحد. الشعب المصري يوم 28 يناير خلال 6 ساعات هزم جيشا من الجيش الأمن المركزي مكون من 1.5 مليون جندي خلال 6 ساعات، فلم يكن ينتظر ضوءا أخضر من أحد، وانهار النظام وفوجئت أمريكا بهذا الانهيار السريع. ولكن هل لو دعمت أمريكا حسني مبارك كان بقى في كحاكم؟ يعني دعمته هي أصلا، لولا دعمها لما بقي النظام المصري 30 عاما. أمريكا تدعم الدكتاتوريات العربية بالكامل، وهي الآن اكتشفت خطأ هذا، وهذا يجيب عن سؤالك. أن الدكتاتوريات لا تحفظ مصالح أمريكا. مصالح أمريكا تحتاج إلى بيئة على الأقل غير معادية حتى تضمن هذه المصالح.
يعني ممكن أنه فعلا الغرب قد مل التعامل مع دول عربية يحكمها ديكتاتور وتظلم شعوبها وتريد أن تتعامل مع دول كفؤ حتى تحقق مصالحها في المنطقة العربية. هل هذا ما رأيك في ذلك؟ اكتشفت أمريكا والغرب بشكل عام متأخرا أن الدكتاتوريات على المدى البعيد لا تخدم المصالح الأمريكية والمصالح الغربية. يعني ذلك يعني أن أمريكا لها مصالح في الشرق الأوسط. طبعا لها مصالح في الشرق الأوسط، ولكن عندما ترى شعبا هائجا يريد التخلص من نظام تسلطي عليها أن تقف مع الحق وهو حق الشعوب. يعني الغرب فوجئ كما تفضل الأخ، فوجئ وبوغت بما حدث في تونس وفي مصر وفي ليبيا، لم يتوقعوا سقوط ثلاث ديكتاتوريات مضى عليه بعضها 40 عاما وأكثر من 30 عاما و23 عاما في حالة تونس قليلة. وتسقط بشهور قليلة وأسابيع قليلة. ولكن الشيء الإيجابي الوحيد الذي أستطيع أن أقوله بشأن حسني مبارك ومصر أنه جنب شعبه حربا دامية وقتل عشرات الألوف باستقالته وخروجه من الحكم. هل فعلا هذا ما فعله؟ وماذا عن الشهداء الذين ماتوا واستشهدوا في ساحة تحرير مصر؟ أنا الأخ من مصر يعرف أكثر مني، لكن أنا أرى كمراقب أن استقالة حسني مبارك حقنت الدماء. ما رأيك سيد؟ يعني طبعاً علشان أختلف تاني، حسني مبارك لم يستقل، حسني مبارك خلع من الشعب المصري، لم يكن عنده، يعني الناس يقولون أنه سقط يوم 11 فبراير، أنا أقول أنه سقط يوم 28 يناير عندما انهار النظام الأمني، جهاز الأمن اللي هو 1.5 مليون جندي أمن مركزي، وحرقت كل أقسام الشرطة في مصر خلال يوم واحد عندما استفز الشعب المصري في كرامته ودمه. 6 ساعات انتهى النظام الذي كان الأمريكان يعتقدون أنه مستقر وقوي، 6 ساعات. فحسني مبارك ليس له أي فضل في أنه ذهب، هو أجبر على أن يذهب. كانت إرادة الشعب فقط وأيضا الضغوط الغربية على حسني مبارك؟ لا، الضغوط الغربية لم يكن لها أي دور. الشعب المصري كان حاصر مقر الرئاسة والبلد كانت تغري، 18 مليون شخص في الشوارع، لا حسني مبارك ولا حتى الجيش ولا أمريكا كانوا يستطيعون أن يقفوا في وجه هذا المارد الذي استيقظ. 18 مليون في الشارع ما حدش يقدر يعمل لهم حاجة. ولكن الوضع كان مختلف في ليبيا، فمثلا رغم أنه الشعب الليبي قد خرج إلى الشوارع وطالب بإسقاط النظام، ولكن لم يتنحى القذافي، ولولا دعم الدول الغربية لما كان يسقط النظام في ليبيا. لولا الدعم الغربي لبقي معمر القذافي يحكم ليبيا بالحديد والنار. خطابه الشهير الذي قال فيه سنلاحق المتمردين أو المتظاهرين والمحتجين بيت بيت ودار دار وزنقة زنقة، كان هذا الخطاب هو الذي في الواقع أجبر العالم الغربي أن يتخذ موقفا حاسما، لأن عندما ترجمت الحقيقة لهم ظهر هيغ، ويليام هيغ وزير الخارجية البريطانية، وقال أننا سمعنا أنه يريد ملاحقة المحتجين anyway by anyway، يعني ويقتل وسيرتكب المذابح في بنغازي، فيجب اتخاذ قرار حاسم. وهنا تم الضغط على مجد أعضاء مجلس الأمن باتخاذ القرار، وظهر قرار صدر قرار مجلس 1973 الذي يعطي حماية للشعب الليبي. يعني هل الغرب فعلا قلبوا على الشعب الليبي والشعب العربي، أم أنه فعل ما فعل لمصالح وأطماع في المنطقة؟